السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلمة النور. لما النور يسيكب ابنك على النار. النار ده دي طبعا نغم بالله على فرح. طب معلش هنقفلوا الباب عشان الفرحة ممكن تطلع. الفرحة مفروضة. الفرحة مفروضة هنا نقفلوا الباب في ثانية. هنخلي دي احتياطي حتى. طبعا ده باب. ده باب بيمسك. وطبعا ده باب ليهم اهو. طبعا ده ارض زراعية ليهم وبياكلوا وبيشربوا. وطبعا بتساعدنا معاها. ودي طبعا الدكتورة دي برضو علي نغم. معلش يا جماعة مش هنعرف نعدي عشان في حاجة عشان الأرض دي كتير نغم نغم ما عدى لا لا ما قاعد مش انا طب كده دي نغا دي دلوعه وفرحه هناك بتاكو دلوعه كده شكلها عايزه ترفق فكرت عدي ستوب دلوعه طبعا يا جماعه بدل الماشي ده حلو اليوم في الماشي طبعا كده هنحسس على نغم تعالي نغم نغم طبعا انا عنده بالراحه نروح هناك بالراحه ونصورك يا رب يجي ورايا حس حس ور دم 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 نغم دم 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 طبعا دي يا ما دي بالليل بيخش الاوضه بتاعتي في السهرة كده غيرنا مكانهم في الزرع في الزرع وكل حاجه بتاعتهم بتبقى حلوه طبعا انا هقول لكم انا هعمل الحاجات دي ازاي طبعا افتكرنا البوز ده كان جاي كده فتحناه شويه وعملنا الباب ده طبعا حوالي على الشبابيك وعلى دي كده طوال وعملناه مصممين سهل يعني مفيش حاجة جامدة يا جماعة احنا عملنا الباب ده عشان 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 فرحة وكده هم التلجم مفيش حاجة تعرف تطلع بره تجري على بره عشان مثلا ساعة شراسة ساعة كلاب كده مطلوبة تجريش طبعا كده غير دار مكانهم طبعا هات السلكة بتاع هات السلكة دي شغالة كده العامل بتاعهم هنطلعوا ونقفلوا الباب زي ما شايفين في حديدة جوه هنا الحديدة دي بتتحط بره كده يا جماعة دي طبعا ده عشان هم طالع يكلوش في الزر اهو دي طبعا مطلعة باي باي وتمام شكرا كلها في الجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته